مشاهدينا نبدأ بعد قليل أول موضوعاتنا الحوارية في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، والذي يتناول أهم المحاور التي ناقشها مؤتمر القدس صمود وتنمية الذي عقد بجامعة الدول العربية اليوم في القاهرة، والذي ناقش أيضا السياسات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس العربية. قرر المشاركون في المؤتمر تشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولي لدعم الجهود والقضية الفلسطينية الهادفة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الراهنة والتاريخية المرتكبة ضد الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم عبر آليات العدالة الدولية. نتابع هذا التقرير وبعده نبدأ الحوار. أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض، نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب. وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، ولأن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين. كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها. جاء ذلك خلال مؤتمر دعم القدس بعنوان صمود وتنمية، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بحضور الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني والملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورعاية الأمين العام للجامعة العربية وممثلي الدول العربية. سوف نتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة ورئياتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين، ونعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود، فأي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها. العرب الذين جمعتهم قضية فلسطين والقدس مثلما لم تجمعهم قضية أخرى، القدس الحاضرة في الوجدان العربي والإسلامي حتى وهي تحت الاحتلال، فقد شهد التاريخ احتلالها من قبل ثم ما لبث وجهها التعددي الحضاري المتسامح أن عاد مجددا ناصعا جليا وشاهدا على ما تمثله هذه البوابة بين الأرض والسماء من مكانة خاصة لدى اتباع الديانات السماوية جميعا. أكد المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على أن هذا المؤتمر تدعى لحماية المدينة بما تمثله وما تحمله من تاريخ ومن إرث ومن تراث ومن قيم دينية ودنيوية، فهي أساس السلام. نحن نريدها أن تبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين مدينة السلام، نريد تعزيز صمود شعبها وبقائهم فيها. تميز الحضور بوجود كل من سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما تميز بحضور الوفود الرسمية العربية. خلال جلسات المؤتمر تم استعراض أهم المشاريع الاقتصادية الداعمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس من خلال عدة قطاعات، سواء التعليمية أو الصحية أو الثقافية. دعما للقدس العربية والتأكيد على هويتها العربية وأنها عاصمة دولة فلسطين، يأتي هذا المؤتمر بحضوره المتميز من قبل الرؤساء العرب وممثلي الدول العربية للتأكيد على الهوية العربية ودعمها في المرحلة القادمة. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. للمزيد من المناقشة حول هذا الموضوع، المؤتمر الخاص بالقدس صمود وتنمية الذي استضافته جامعة الدول العربية اليوم في القاهرة، نرحب في هذه الحلقة بسيادة اللواء دكتور علاء عز الدين منصور مستشار مركز الفارابي للدراسات السياسية. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة اللواء. يعني هذا المؤتمر الذي عقدته جامعة الدول العربية إلى أي مدى يلقي الضوء على أهمية مساندة القضية الفلسطينية في الفترة الحالية بما تعيشه من تحديات؟ الحقيقة أن القضية الفلسطينية طبعا من 48 وهناك مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، مش كانت قضية فلسطين فقط لكن هي الصراع العربي الإسرائيلي، هي دي الحقيقة بتاعتها. وحصل الجولات اللي يعني كلنا عارفينها 67 ثم واحتلال إسرائيل لأجزاء كثيرة من الأراضي العربية دول الجوار، ثم حرب 73 وما حققته مصر، وبعد ذلك بدأنا في مفاوضات السلام ودخل الإخوة الفلسطينيين في هذه المفاوضات على أمل أن تسعى أو تشارك إسرائيل في إيجاد حل هذه المشكلة. ولكن هي إسرائيل سياسة القطمة قطمة، يعني واخدة خطوة خطوة كده أنها تستولي على مزيد من الأراضي، الاستيطان ما بيتوقفش، الإجراءات التعسفية اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة بشكل كبير جدا طبعا، ده في ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي، والمجتمع الدولي للأسف بيقف مكلوف الأيدي أمام هذه التجاوزات اللا إنسانية. مصر كان دائما هي شايلة هم القضية الفلسطينية وضحت كتير، وعارفين طبعا مئات الألاف من القتلى أو الشهداء والجرحى بسبب هذه المشكلة وبسبب الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر دائما هي رأس الحربة في هذا الأمر. رغم ان احنا عملنا اتفاق سلام مع إسرائيل في سعي عشان نحل المشكلة بالكامل، طبعا احنا نتذكر ايام كامب ديفيد وانقسام العرب وجزء وجزء مع وجزء ضد، جزء كبير كان ضد مصر في هذا التوقيت، الا ان كل هذا لم يدفع إسرائيل إلى السعي بصدق للمساعدة في إقرار السلام في المنطقة، وهي بتضار الحقيقة برضو، يعني هي مضارة من عدم استقرار المنطقة وعدم وجود أمن وسلام لكل الدول. الجامعة العربية يعني شكرا لها أنها تحركت أخيرا. في مؤتمرات كتير كانت بتتعمل بتتولاها جامعة الدول العربية من أيام النكبة، لكن جت فترة السنوات الأخيرة نقول 20-30 سنة اللي فاتوا من بعد اتفاقية السلام هبط أو خفت صوت جامعة الدول العربية لأسباب كثيرة جدا، لكن أنها تعود مرة أخرى. فأنا بقول يكفي أن تظل القضية في الوجدان إلى أن نلاقي مخرج حقيقي. لأن احنا نكون صراحة، يعني الآن كل ما يحدث هو شجب وإدانة ومحاولة زي ما اتقال النهاردة سعي لمؤسسات الأمم المتحدة، أقصاها هيبقى اللجوء للجمعية العامة عشان ناخد إقرار تصويت بقرار ضد التصرفات اللا إنسانية الإسرائيلية. والمؤتمر أيضا بالإضافة لكلام حضرتك شاهد مشاركة وتمثيل من الأمم المتحدة نفسها كويس، ولكن ومن جهات أخرى والاتحاد الأوروبي وعدم الانحياز وهكذا. احنا من زمان عارفين الأمم المتحدة بتدار من وراء ستار، لكن وطبعا مجلس الأمن لا يستطيع إقرار أي قرار ضد إسرائيل للفيتو الأمريكي يعني. لكن أنا شايف في هذا التوقيت وفي البيئة الدولية اللي موجودة في العالم في ظل الأزمة الروسية الغربية وليس الأزمة الروسية الأوكرانية،
لأن ما يحدث هو حرب بين أو استنزاف من الولايات المتحدة وحلفائها ضد روسيا، محاولة لعرقلة إعادة تشكيل نظام عالمي جديد يتراجع في دور الولايات المتحدة. لو الأمور كانت ماشية في المسار الطبيعي كان هيشكل نظام عالمي جديد، ودور الولايات المتحدة هتنزل من تربعها على القمة إلى تبقى أحد القوى الكبرى، بل قد تكون معرضة للتراجع بشكل أكبر. طيب في رأي حضرتك هذا المؤتمر هل يمكن يعني أن يمثل حجر يلقى في المياه الراكدة بالنسبة للقضية الفلسطينية، يحرك هذا الملف الذي يعني يبدو أنه متوقف تقريبا عن المناقشة في المحافل الدولية؟ زي ما بقول حضرتك أن الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية الدولية بتدار من وراء الستار بواسطة الولايات المتحدة، كلنا عارفين ده ولا ننكره، لكن العرب في هذه اللحظة في هذا التوقيت بقول لحضرتك لو نستفيد بالبيئة الدولية اللي موجودة، نعم، وأن في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد بثقة للعرب، يعني لابد أن العرب يقتربوا من بعض أكثر، وإحنا شفنا نموذج، نعم، للمؤتمر اللي حصل في السعودية لما جه بايدن وخرج منه يعني يجر أذيال الخيبة، وبالتالي اتضح أن العرب لما بياخدوا موقف واحد يقدروا أن هم يرجحوا كفة عن كفة. العرب الآن وفي بعض الدول العربية بدأت تتجه للشرق لروسيا والصين بشكل أكبر من اعتمادهم على الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان لجوءهم للحماية الأمريكية ضد نقول إيه الفزاعة اللي بتعملها الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي إيران على وجه التحديد، وده وهم يعني. في ظل دور مصري قوي والتفاف الدول العربية مع بعضها أنا أظن أن إيران ستتراجع المخاوف منها بشكل كبير جدا، خاصة أن إيران تسعى لعدم وجود قوات أجنبية في المنطقة، يبقى لابد من اللجوء لنظام أمن إقليمي يشارك فيه دول المنطقة وليس حد من خارج المنطقة. فالدول العربية في هذه الحالة تستطيع أن تساعد في دفع القضية الفلسطينية للأمام بشكل أفضل مما هو موجود الآن، بدلا من الشجب والإدانات. لهذا أسأل حضرتك، هل للجانب العربي أن يملك مجموعة من أوراق الضغط التي يمكن أن يستثمرها في هذا الظرف الراهن الذي يعيشه المجتمع الدولي لخدمة أهداف القضية الفلسطينية؟ هذا السؤال اسمح لي سنناقشه بالمزيد من الاستفاضة بعد قليل مع متابعة موجز الأنباء مع الزميلة ريهام رجائي، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نواصل حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة عن موضوع مؤتمر جامعة الدول العربية القدس صمود وتنمية، والذي ركز في مجمله على أهمية دعم القضية الفلسطينية في الفترة الحالية مع ما تعيشه من أزمات وتحديات. نواصل حوارنا مع سيادة اللواء دكتور علاء عز الدين منصور مستشار مركز الفارابي للدراسات، أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى سيادة اللواء. نواصل حديثنا عن هذه الجزئية المهمة التي تفضلت حضرتك بطرحها، وهي أهمية استغلال أوراق الضغط العربية على المجتمع الدولي في الفترة الحالية، خاصة وأنه يعيش مجموعة من الأزمات الخاصة بالطاقة وغيرها وأزمة الحرب الروسية، بحيث يستفاد من أوراق الضغط العربية لتحريك ملف القضية الفلسطينية ودعمها. طبعا العرب قوة لا يستهان بها في حالة توحدهم، يعني إن كل الدول العربية تبقى على قلب رجل واحد ويبقى ليهم هدف واحد ومخطط واحد لحل هذه القضية وقضايا أخرى في المنطقة، بالتأكيد هيكون لي مردود. ممكن نبدأ كما اعتدنا يعني ان احنا اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بإلزام إسرائيل بحل الدولتين كما هو مطلوب، والسعي لاستصدار قرار آخر بوجود قوات حفظ للسلام. احنا بنلاقي كل الدول اللي فيها نزاعات في العالم بيبقى فيها قوات حفظ سلام أو فرض سلام أو صنع سلام، كل حاجة ليها مهمة معينة يعني. فيجب أن نسعى لوجود قوات حفظ السلام خاصة في مناطق الحكم الذاتي اللي إسرائيل معتادة أنها تدخل وتقتحم وتعتقل وتقتل وهكذا. اليوم حدث هذا بالتزامن مع المؤتمر. بالضبط، يعني هم الحقيقة بيقولوا العالم احنا لا نأبه لأي قرار، لا نأبه لأي قيم إنسانية، يعني هم بلطجي من الآخر وفي رعاية لهم من الولايات المتحدة الأمريكية. ده شق يخص
الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن اسمح على الجانب نعم اسمح لي عفوا طبعا المقاطعة يعني الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي يعتقد أن هذه الإجراءات التي يقوم بها هي نوع من الحفاظ على الأمن بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين يعني. ما هو لا يصح أن ننظر إلى أمننا دون نظر لأمن الآخر. يعني حتى اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش موضوع إمكانية هدم عدد من المنازل الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين الضالعين في الهجمات على المستوطنين، هكذا يرى أنه يحمي مواطنين. الحقيقة أسلوب عصابات، هم أساسا عصابات إجرامية. فتخيل حضرتك بدل ما نقول إن هو يشوف المشكلة ويحاول إحلال السلام، لأن الناس دي أرضها سلبت وأهلها قتلت وأراضيهم اتخذت منهم نهبت ومساحات كبيرة جدا اتخذت من الفلسطينيين بدون وجه حق، ودلوقتي احنا رضينا بالأقل وهو حل الدولتين. إسرائيل لا تريد حل الدولتين. الحلول اللي كانت بتطرح من كل الرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين هي حلول مسكنات لإعطاء الفرصة والوقت لإسرائيل كي تستكمل الاستيلاء على الأرض وفرض الأمر الواقع. ردا على كلام حضرتك، اليوم ضمن المؤتمر الرئيس محمود عباس نفسه قال إن حوالي 1000 قرار دولي صدر لدعم القضية ومع ذلك لم تنفذ هذه القرارات 1000. فما العمل؟ ولن تنفذ طالما هناك طرف ضعيف وطرف قوي. الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم إسرائيل بشكل واضح جدا وبمنتهى الصفاقة، عشان نكون الكلام واضح، في وجه الحقوق العربية. وفي نفس الوقت العرب مشتتين ومتشرذمين ويلجأوا للولايات المتحدة الأمريكية كي تحميهم من عدو تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هل هناك أوراق ضغط عربية تستخدم؟ بالتأكيد بالتأكيد. العرب لديهم ثروات وقدرات إذا أحسن استخدامها. لدينا الطاقة، لدينا البشر، لدينا الأراضي القابلة للزراعة والاستصلاح، لدينا عقول وخبرات، لدينا دول تريد أن تتعاون معنا، وهذه الدول في خندق مضاد للولايات المتحدة الأمريكية. احنا مش بنقول إن احنا هنرجع لسياسة الأحلاف ولا حاجة، ولكن نشوف مصلحتنا أين تقع ولابد أن احنا ندعمها. لابد من لجوء العرب لإقامة نظام أمن إقليمي في المنطقة. نظام الأمن الإقليمي هيوفر الحماية للجميع ويضحد أو يجحد الحجج الأمريكية لمحاولات فرض الوصاية. لكن هل ستقبله إسرائيل؟ ما أنا لا يهمني إسرائيل في هذه الحالة. إذا العرب اجتمعوا وهناك طرف، ونكون واضحين، روسيا والصين الآن هي قوة بازغة، والعالم الآن يعاد تشكيل النظام العالمي الجديد. بدلا من أن تكون هناك قوة واحدة متربعة على العالم سيصبح متعدد الأقطاب، وفي روسيا الصين الهند قوة بازغة. الولايات المتحدة الأمريكية بما لديها من مشاكل تتراجع. الولايات المتحدة الأمريكية بتكتسب قوتها من التخطيط لإضعاف الآخرين، رغم أنها لديها ثروات ولكن لا تستطيع الصرف على كل المغامرات اللي بتعملها إلا ببذر بذور الفتنة وبس الفرقة والدسائس وهكذا. وإحنا شايفين المنطقة العربية عاملة إزاي. إحنا لينا نموذج في 73 لما العرب اتوحدوا، شفنا قدرنا أن إحنا نخلي العالم كله يفكر ويتراجع عن دعمه لإسرائيل لما استخدمنا سلاح البترول. اللي الولايات المتحدة النهاردة بتسعى ان احنا لا نكرر هذا الامر مرة اخرى. عندنا نموذج حصل زي ما قلت حضرتك، بايدن لما جه في السعودية ومشي يجر اغيال الخيبة لانه كان عايز الدول العربية تشترك مع اسرائيل في شبه تحالف ضد ايران. يعني ايران لم تهاجم اي دولة حتى الان. لازم نتذكر ان حتى مشكلة الجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى دي تمت في عهد الشاه، يعني ليس في عهد الجمهورية الإسلامية. وده موقف قديم جدا ولم يحل في عهد الشاه. وهناك علاقات تجارية واقتصادية بين دول الخليج وبين إيران. يعني من الممكن أن مصر تتولى هذا الأمر بشكل إيجابي للم شمل المنطقة وإقامة نظام أمن إقليمي يضمن حماية للجميع بدون تدخل قوة خارجية. وفي نفس الوقت هناك دعم، يمكن أن يكون هناك دعم من روسيا والصين. روسيا نعلم أن قوة عسكرية لا يستهان بها،
قادرة على امدادنا بالسلاح، لأن هو ده اللي بيلوي الدراع. عشان نكون صراحة، الدولة اللي لا تستطيع توفير أو تأمين مصدر سلاح قوي بالنسبة لها هتكون دولة ضعيفة. فإذا كان النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتدينا سلاح، وسلاح مشروط وبإمكانيات وقدرات معينة، يعني نستخدمه ضد بعض لكن نستخدمه ضد إسرائيل لا. فيبقى النهاردة لما العرب يلجأوا للشرق بغض النظر عن المسميات، بالتأكيد سيكون هناك ثقل مختلف للدول العربية. قد يدفع هذا الولايات المتحدة الأمريكية للتفكير مرة أخرى، وإذا لم تتراجع نستمر ننمي قدراتنا. احنا شايفين الحمد لله مصر رغم الضائقة الاقتصادية اللي احنا فيها، لكن بفضل من ربنا ماشيين بنتقدم للأمام. صحيح الدنيا صعبة، بس على العالم كله احنا دلوقتي شايفين الرفوف في الدول الأوروبية فضيت، الأكل أصبح فيه ندرة، عندهم مشاكل في الطاقة. احنا من فترة الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تضغط على السعودية عشان ترفع سقف الإنتاج بتاعها، ولكن التزمت السعودية اللي هي أوبك بلس مع روسيا أنها لم ترفع سقف الإنتاج عشان تحافظ على مستوى الأسعار. يعني في إيدينا أسلحة كثيرة جدا، ليس بالضرورة أن احنا نقوم بحرب، لكن عندنا أسلحة تكفي أن احنا نحمي نفسنا، نطور نفسنا، نقدر بوحدتنا نحقق أهدافنا ونسترد جزء من حقوقنا في القضية الفلسطينية. لكن الجانب الفلسطيني حتى على مستوى الشارع يشعر بحالة من الإحباط، لأن رغم وجود كل هذا الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية، لكن هناك من طرق أخرى من يمد يده لإسرائيل ويسعى لتحسين العلاقات معها. الفلسطينيين لابد أن يكون هناك توحيد للصف الفلسطيني. احنا شايفين من هم في غزة حماس ومن هم في الضفة، وكل يسعى لمصلحته بطريقة مختلفة، لكن لابد أن يكون. والحقيقة مصر برضو دائما بتسعى لتوحيد الصف الفلسطيني حتى يمكن يبقى صوت واحد هو اللي بيتكلم، يمكن استخدام بعض نقدر نقول تقسيم الأدوار. يعني يبقى في طرف بيطالب بالسلام وطرف متوافق معاه، لكن يمكن أن يستخدم اليد القوية، اليد التي تستخدم السلاح ضد الهجمات والتجاوزات الإسرائيلية اللا إنسانية، وبالتالي يبقى في تقسيم أدوار بين الأطراف. لكن في النهاية هو صوت واحد هو اللي بيتفاوض، مش أكتر من حد. من هم يسعون لتحقيق مصالح شخصية يجب إقصائهم، ودول بيتهيألي معروفين على الساحة، والشارع الفلسطيني عارفهم. لكن تعلم حضرتك أن على الجانب الآخر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حدث تطور في العلاقات الإسرائيلية العربية. للأسف عدد من الدول العربية مدت يدها إلى إسرائيل وحدث نوع من التقارب. إلى أي مدى يمكن لهذا أن يخدم القضية أيضا؟ هذا الأمر يمكن أن يستفاد به. احنا النهارده بقى في علاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، حد أدنى أن أنا أجمد هذه العلاقات عشان أجبر إسرائيل، من مصلحة إسرائيل أنها تقيم علاقات مع لكن الدول هذه الدول يعني لها مصالح في هذه العلاقات. إذا مصالح قصيرة النظر، لأن إسرائيل هي رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة، والدول العربية هتستخدمها يعني خطوة لتحقيق مصالحها وأهدافها. استحالة أي عاقل يتخيل أن إسرائيل هتتعامل مع الدول العربية بنفس الشفافية أو يعني الإخلاص والتعاون بين الدول الطبيعية. يعني إسرائيل دولة معتدية، دولة عدوانية تسعى للتحقيق من النيل إلى الفرات، وكلنا نعلم هذا. فالدول العربية اللي هي سعت للتطبيع، ونعلم أن هذا قد يكون بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها أن تستغل هذا التطبيع في صالح القضية، بمعنى نبدأ بتجميد قد يصل إلى قطع علاقات، سحب سفرة وهكذا، عشان نفهم إسرائيل أن احنا لنا القدرة على الحركة، لكن أن احنا نشجب وندين ولينا علاقات دبلوماسية. خلاص اشجبوا ودينوا، خليهم يتسلوا يعني على رأي اللي قال. يعني تقصد حضرتك أن هناك إجراءات فعلية يمكن اتخاذها؟ وده طبيعي، بين أي دولتين بيبقى في بينهم نزاع بيصل للحال لسحب السفرة، لتجميد العلاقات، لقطع العلاقات وهكذا.
فزي ما بيحصل بين اي دولتين ممكن ده يتم بين العديد من الدول العربيه واسرائيل. يبقى ده اجراء اخر مع اسرائيل بالاضافه الى الوحده العربيه وان احنا نبني نفسنا. نعم. ونظام الامن انا الحقيقه يعني من اشد المؤيدين لنظام امن اقليمي هيطلع كل القوات الاجنبيه من المنطقه. احنا قبل كده المبادره المصريه اللي اتعملت بتاعت القوه العربيه المشتركه اللي وئدت قبل ما تظهر الوجود بليله يعني قبل التوقيع عليها نجنبها ادام مش هتعجب بعض الدول ونلجا الى نظام امن اقليمي يشترك فيه دول المنطقه. ولو ده تم كل دوله من الدول المنطقه هيبقى ليها دور وهيبقى ليها حمايه مكفوله لا تعطي الفرصه لاي دوله خارج المنطقه انها تتدخل او تحاول تفرض حمايتها او تلجا انها تعمل لنا عفريت عشان الدول العربيه تطلب الحمايه من الولايات المتحده. لهذا اسال حضرتك عن الرد المتوقع من الجانب الاخر من الجانب الاسرائيلي على هذه المخرجات الخاصه بالمؤتمر. كيف سيكون الرد وكيف نتوقعه خاصه مع تصاعد العمليات الاسرائيليه والمواجهات من قوات الاحتلال ضد القدس ومدن الضفه الغربيه منذ بدايه العام حتى على الاقل؟ الرد قائم. الرد من قبل المؤتمر وحاليا وبعد المؤتمر. من امتى اسرائيل عملت حساب لاي مؤتمرات عربيه ووقفت اي خطوه؟ بالعكس ده الولايات المتحده الامريكيه كانت اوقات بتقول لها اوقفوا الاستيطان وهم مستمرين في الاستيطان. مستمرين في فرض المزيد من الاجراءات التعسفيه واصدار القوانين التي تهدر الحقوق الفلسطينيه. فلن يكون هناك اي رد فعل ايجابي لاسرائيل على هذا المؤتمر. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته أكد أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية يعني تركز على شرعية المدينة وقيمة مدينة القدس العربية بما تحمله من مقدسات ومن معان تاريخية وغيرها من أمور. كذلك أكد على أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال يعني لا يمكن أبدا أن تغير من معالم هذه المدينة العربية، وأكد أيضا على أهمية الجهود الأردنية في حماية المقدسات العربية بمدينة القدس تحديدا. كيف يمكن أن تتبلور كلمات الرئيس إلى إجراءات فعالة يتبناها المجتمع الدولي ويحولها فعليا إلى إجراءات يعني تستنهض الهمم الدولية لحماية المدينة؟ الحقيقة حضرتك احنا من دقائق كنا بنقول ان 1000 قرار طلع ولم ينفذ منه اي شيء، وده بيدينا انطباع عن التصرفات الاسرائيليه اللي لن تتغير الا بضغط. احنا شفنا قبل 73 لما كانت الارض محتله وكنا بنحاول ان احنا نسترد الارض بالمفاوضات وبالطرق الدبلوماسيه، اتقال لنا ان يعني ايه اللي في ايديكم عشان تخلوا اسرائيل تتنازل. إسرائيل لا تعلم لا تعرف إلا لغة القوة. عشان نكون واضحين قد يغضب هذا الكلام البعض لكن هي دي الحقيقة، إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة. بغض النظر مع من أو ضد من، إحنا عندنا نموذج في 2006 لما قامت الحرب بين إسرائيل وحزب الله بغض النظر عن أي حاجة، لكن إحنا عندنا نموذج. إحنا في أمور ممكن الخصم بتاعك تحترم فيه بعض التصرفات وتستفيد منه، فإحنا بنقول نموذج حصل في 2006 شفنا قوة صغيرة لكن على قلب رجل واحد عملوا إيه في إسرائيل وأجبروها على أجبروها وأذلوها وحطوا أنفها في التراب. فإسرائيل لا تعلم إلا لغة القوة، وبالتالي نرجع تاني إن كل هذه الإدانات والشجب والمطالبات بإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لن تتأتى إلا بالوحدة العربية بنظام أمن إقليمي يضمن عدم تجرؤ إسرائيل على أي دولة عربية. احنا شايفين إسرائيل بترتع في سوريا عاملة إزاي، كل يوم في غارات وبتضرب دمشق وبتضرب منشآت حيوية في سوريا، وللأسف احنا كجمع الدول العربية حتى الآن سوريا بتعامل إنها تعتبر دولة مش عربية لأنها ملهاش مكان في الأمة في جامعة الدول العربية. يعني بدل ما نسعى ان احنا نلم الشمل ونرجع، لا للأسف في بعض الدول العربية واقفة ضد هذا الأمر، وده مش من صالح العرب. احنا كعرب الأول نجتمع على قلب رجل واحد هنقدر ان احنا نجبر الخصم على الالتزام بهذه القرارات الدولية.
شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه الإيضاحات. سيادة اللواء الدكتور علاء عز الدين منصور، مستشار مركز الفارابي للدراسات. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا، نتحول إلى الموضوع الثاني في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، وهو مؤتمر إيجيبتس 23 الذي استضافته مصر اليوم، والذي يناقش واقع ومستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل ما يعيشه العالم من أزمات وتحديات خاصة بهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي. ابقوا معنا.